كابتن نخلة، يعني 5 بطولات في موسم، منهم بطولتين السنة اللي فاتت، السوبر المصري السنة اللي فاتت والكاس السنة اللي فاتت، ولكن بتكلم ان الاهلي لعب السنة دي 5 بطولات، استطاع ان يفوز بال5 بطولات حتى الان، وان شاء الله القادم افضل. يعني طبعا يا كابتن اسلام، كل دوت مش من فراغ، تمام. يمكن مستر كولر طبعا مدرب كبير، واثبت ان هو فعلا قدير يستحق قيادة النادي الاهلي. اعتقد ان كابتن الخطيب فعلا زي ما قال الكابتن عمرو ان هو راهن على مستر كولر، وفي ناس كتيره جدا قالت ان هو قاعد في البيت بحوالي بقاله موسمين مش بيشتغل، لكن السي في بتاعه قوي. والكابتن محمود فعلا اعتقد يعني كان في رؤيه ان المدير الفني دوت هيقدر ينجح مع النادي الاهلي. وطبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي بيقدر يا كابتن عمرو يوفر كل شيء للمدرب عشان ينجح، هو ده اللي حصل فعلا. مستر كولر سطر تاريخ لنفسه قبل ما يسطر بطولات النادي الاهلي، كده كده الحمد لله النادي الاهلي عنده بطولات كبيره جدا جدا وكتيره، لكن هو قدر برضه ان هو يساعد في بطولات النادي الاهلي. اعتقد كمان الفتره الاخيره بانت جدا جدا ان الراجل بصراحه يعني تطوير مستوى اداء اللاعبين الفني والمهاري والبدني بيتعمل بشكل غير عادي. لما اشوف بيرسي تاو في الحاله الممتازه ديت، لما اشوف حسين الشحات افضل لعيب في مصر في اللحظه اللي بكلمك فيها، لما اشوف كهربا في الحاله اللي هو وصل لها الفنيه العاليه جدا دي، كهربا دلوقتي من انصاف الفرص بيقدر يجيب جون. صحيح كهربا يا كابتن اسلام دلوقتي منتخب مصر وهو بيجيب جوان، تمام. اقوى ثلاثي هجومي في الوطن العربي وفي افريقيا دلوقتي هو بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا، وده اللي انا بقول عليه تطوير اداء اللاعبين تتحسب لمستر كولر. صحيح مروان عطيه والرؤيه، مين اللي جاب مروان عطيه؟ يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ الامانه الاسبوع اللي فات يعني عجبني جدا ان هو قدر برضه يقول ان دي كانت رؤيه الكابتن سامي مصنع، وده واحد من الجهاز، مدرب مخلص جدا. اعتقد برضه مثل الكره كمان يعني لما يشوف كمان اللاعب ده يتوظف في المكان ده ويقدر يؤدي بالشكل ده، من افضل لعيبه مصر دلوقتي في الارتكاز رقم 6، ده نجاح كبير جدا جدا. صحيح. اعتقد يعني النجاح كمان ان انت تقعد الفتره الكبيره دي كلها من غير ولا هزيمه، اعتقد 23 مباراه كابتن عمرو بالظبط، يعني حاجه 3 تعادل، انت بتعمل ريكورد كمان في الدوري المصري، واعتقد يعني دي حاجه تتحسب لمستر كولر وللكابتن محمود الخطيب واللجنه الفنيه اللي تمت اختيار مستر كولر انه يكون قياده النادي الاهلي.